مصر الدكاتره عندنا اطباء النساء والتوليد اساتذه ولاده، لان ليه بقى؟ لان احنا طبعا عندنا ما شاء الله معدلات الولاده كتيره جدا، معدلات النمو عاليه جدا، ونتمنى ان معدلات النمو دي تنخفض في يوم من الايام. ثلاثه من اطباء نساء والتوليد في قصر العيني تقدموا ببحث مهم جدا لمجله، دلوقتي الابحاث لابد ان تنشر في دوريات ومجلات اجنبيه. هذه المجله اللي هي International Journal of Gynecology and Obstetrics فازوا بجائزة أفضل بحث في عام 2014 للدول المتوسطة ومحدودة الدخل. هنعرف إيه هو البحث ده، بحث في الولادة القيصرية اللي بقت منتشرة جدا في مصر. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، أستاذ دكتور وليد الخياط، أستاذ مساعد بطب قصر العيني، طبعا كل الأساتذة والدكاترة عندنا نساء وتوليد، والدكتور محمد الشرقاوي مدرس بي أيضا كلية طب القصر العيني، والدكتور عمرو حسن المدرس بطب القصر العيني. أهلا بكم يا أساتذة والدكاترة ومبروك. دكتور وليد، لو تشرح لي بالظبط إيه اللي أنتوا خدتوه. هو أول حاجة عايز أوضح طبيعة الجائزة، هي الجائزة متقدمة الأول من المجلة الدولية لأمراض النساء والتوليد الانترناشونال جورنال أوف أوبستريكس جاينيكولوجي، وهي تعتبر الناشر الرسمي للاتحاد الدولي لأمراض النساء الفيجو في الاتحاد الدولي لأمراض النساء، وهم قرروا يعملوا جايزة أنشأوها سنة 98 اللي هي الجايزة اللي احنا خدناها دي، وانشأت من 98، ودي معمولة اوريدي بغرض تشجيع العلماء ويستحسن يكون الشباب منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. كل سنة بيقدموها لأحسن بحث متقدم من البلدان دي اللو والميدل انكم كونتريز. الحقيقة الجايزة دي عبارة عن تكريم أدبي، مش جايزة مادية أو جايزة، تكريم أدبي. بيبتدوا يدرجوا اسم البحث والباحثين والكلية الطب بتاعتنا اللي احنا متخرجين منها واشتغلنا فيها القصر العيني وجامعة القاهرة في لوحة الشرف بالمجلة كأفضل بحث 12 سنة 2014 في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل. والحقيقة التكريم ده مش بس التكريم ده بالنسبة لنا احنا، كمان الدكتور جابر نصار، أستاذ دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة كلمنا وهنأنا كلنا كل واحد على حدة، وده الحقيقة كان بمثابة تكريم أعلى من التكريم اللي احنا خدناه ده. الحقيقة البحث كمان عايز اتكلم كلمة عليه، احنا عملنا البحث ده ليه؟ حضرتك عارفة ان الولادة القيصرية تقريبا بتبقى نسبتها من 30-40% من الولادات عموما، 30-40% ده المعدل العالمي، واللي احنا فيه في القصر العيني نفس المعدل ده في امريكا وفي انجلترا وفي اوروبا في كل حتة من 30-40%. حقيقة احنا لفت نظرنا ان احنا في القصر العيني تقريبا بيخش لنا كل سنة 15-16 ألف ولادة سنوية، 15 ألف ولادة ما شاء الله، فيعتبر ان احنا بنعمل 5000 قيصريه فعلا لما عملنا. هل النسبه فعلا 30-40؟ لان كان وزير الصحه بيتكلم على 52% من فتره. حضرتك احنا مستشفيات الجامعه يمكن الريت مختلف، انا مش عارف وزاره الصحه يعني، طبعا سياده الوزير هيبقى يمكن عنده معلومات اخرى. احنا بالنسبه لنا عندنا احصائيات النسبه تقريبا 30-32 توصل 34%. فاحنا لما عملنا البحث ده الحقيقه وجود العدد المتاح من الولادات الكتير ده شجعنا ان احنا نفكر في فكره البحث. هي حقيقه الفكره يعني، حتى كل المشاهدين لو في هيبقوا اساتذه نساء بيتفرجوا هيقولوا البحث فكرته ايه؟ احنا بنعمل في القيصريه بنفتح البطن وبنفتح الرحم وبنعمل نجري الولاده ثم نغلق تاني الرحم والبطن. اغلاق الرحم ده في طرق للاغلاق الرحم، اصلاح الرحم. فاحنا كان في زي نقطه خلاف في طريقتين، نغلق الرحم داخل البطن ولا نعمله خارج البطن. النقطة دي نقطة تعتبر سيمبل في التخصص بتاعتنا، ولكن لسه لغاية دلوقتي في آراء متضاربة فيها. معناها نقطة سيمبل وبسيطة ولكن فيها آراء متضاربة، فاحنا لقينا نقطة غنية للبحث. هي نقطة سيمبل كل الناس بيتعرضوا لها كل يوم، وممكن حضرتك تقعدي مع اثنين أساتذة نساء، واحد بيشتغل بالطريقة الأولى والأستاذ الثاني بيشتغل بالطريقة الثانية والاثنين صح، ولكن احنا مش قادرين نعرف كمتخصصين حتى بره مصر مين الأحسن، مين الأفضل للمريضة. دكتور محمد، أنتوا في هذا البحث وصلتوا لإيه؟ حضرتك هو احنا الميزة الأساسية عندنا عن بقية الأبحاث إن احنا اشتغلنا على أكبر عدد عيانين في مستشفى واحد، على 1000 عدد من أنواع القيصريات، بما إن احنا القيصرية بقت أخذت أهمية كبيرة بعد انتشار أطفال الأنابيب والوسائل الحديثة للتشخيص. طب أنا آسف يا جماعة بس عشان الفيديو صعب شوية، بس يعني
نحب ننوه بس ولاده حضرتك احنا وصلنا وصلنا في التشخيص ان اغلاق الرحم اثناء القيصريه داخل البطن هيعمل لنا هيوفر في الوقت في القيصريه، وبالتالي من الناحيه الايكونوميك هيكون احسن، هيوفر في الوقت اللي المريضه بترتاح او بتقوم تتحرك فيه بعد العمليه، هيقلل من احتياجها للالم والمسكنات، وفي نفس الوقت هيسرع من حركه الامعاء، وبالتالي هيقلل من فتره قعدها في المستشفى، وده طلع بنسب عاليه في الحاجات. طبعا كان في اوجه مقارنه اكتر من كده كتير، ده الجزء السيجنيفيكانت او اللي طلع له دلاله احصائيه في المقارنات بين الناحيتين. وطبعا زي ما قلت لحضرتك القيصريه دلوقتي بدات تزيد مع زياده سن الجواز، مع زياده الاطفال الانابيب ووسائل الحمل المساعده، مع زياده الوسائل الحديثه زي السونار والدوبلر وقياس نبض الجنين، فده كله زود اهميه القيصريه واهميه البحث بتاعنا. دكتور عمرو، كنا يعني كون الدكتور المصري او طبيب النساء المصري بيعمل ولادات كتيره، ده بيخليه ايه اكثر مهاره، اسرع في التوليد، ايه؟ في الاول احب اشكر حضرتك على الاستضافه، واشكر قناه سي بي سي، احنا فعلا اول قناه يتم استضافتنا فيها قناه سي بي سي، ويمكن بقول ده يمكن ده دور الاعلام ان احنا نحاول دايما نبين زي ما بنظهر سلبيات نظهر حاجات ايجابيه كويسه للمجتمع. احنا طبعا عندنا عدد الولادات بيبقى كبير جدا، يعني احنا مستشفى القصر العيني في جامعه القاهره عندنا 300 سرير، بيخش لنا في اليوم حوالي من 70 ل 80 مريضه، بيتم حوالي 50 مريضه يتم عمل ولاده ليهم، يعني احنا حوالي في اليوم من 50 ل 60 مريضه، لو حسبنا على السنه كلها هنكتشف ان احنا في حوالي 20,000 ولاده في السنه. اكيد كتر الولادات وكتر الشغل مع قله العدد، يعني عدد النواب لما الواحد كان نايب كان ممكن اليوم يمر عليكي على 24 ساعه تشتغلي حوالي من 10 ل 15 قيصريه، فيمكن ده بيدي لك خبره عاليه جدا في الشغل بعد كده في الولاده، ان الولاده بتبقى بالنسبه لك عمليه سهله اتكررت كتير، بس يمكن على قد ما بتشتغلي على قد ما لسه دايما هيبقى في حاجات جديده تتعلميها. ويمكن وجودنا في القصر العيني في تيرشر سنتر دايما بتشوفي الكومبليكيشنز، يعني دايما يتحول لك حتى من مستشفيات بعيده، ممكن تبقى ولاده حصل فيها مشكله او ولاده تبقى حاله فيها مستعصيه فيتم ان احنا التدخل فيها، فيمكن مش حكايه عدد بس، هي حكايه عدد والكيف كمان بتوع العينين ان ممكن يكونوا جايين في حاله متاخره. دكتور وليد، يعني هذا البحث أولا فكرة النشر في دوريات عالمية ده بقى ترند مثلا في الجامعة دلوقتي، الجامعة عشان تتحسن والجامعة عشان يعني ترجع جامعة القاهرة أو أي جامعة يعني تبقى موجودة لازم علمائها وأساتذتها وأطبائها ينشروا هذه الأبحاث في دوريات أجنبية، هل ده الترند عندكم؟ لازم يبقى في بحث علمي في الجامعة. طبعا. ودلوقتي النظام الجديد ان عشان نترقى احنا كاعضاء التدريس عشان نوصل لدرجه استاذيه لازم يبقى فيه ابحاث عالميه وليها امباكت فاكتور معروف واكريديتد، لان البحث ده بيبقى محكم، يعني مش حدش هيجامل حد في بحث، لا طبعا. لازم هيبقى محكم ومن كذا ريفيور انترناشونال ليهم يعني اكسبيرينس عاليه، فلما هو البحث بيتنشر ده خلاص بالنسبه احنا كده ده اكريديتيشن للبحث انه يتنشر، فده بيعلي الكريدت بتاع الجامعه. بيخليك الترقي الان في الجامعه طبقا للقانون الجديد له علاقه بنشر الابحاث في دوريات اجنبيه. ولسه الدكتور فتحي خضير عميد كليه الطب لسه كان امبارح بيقول ان كليه الطب القصر العيني دخلت ضمن احسن 300 كليه طب في العالم من الابحاث اللي احنا ابتدينا ننشرها، وده اللي علي ترتيب جامعه القاهره. يعني حضرتك لو تابعتي في اخر كام سنه ان ترتيب الجامعه دخل وسط اول 500 جامعه على العالم، احنا بنقول ان احنا الثاني عربيا يمكن بعد السعوديه، فالترتيب الجامعه بيعلى مع زياده الابحاث. نبقى الاول اكيد طبعا، نتمنى ان احنا نبقى الاول عالميا يا رب، اكيد اكيد في يوم من الايام، بس احنا نبقى الاول ريجنالي يعني في المنطقه، يعني نرجع ثاني، ده احنا الثاني افريقيا بعد جنوب افريقيا والثاني عربيا بعد المملكه العربيه السعوديه. يمكن ربط الترقيه بالفكرة النشر هو ده اللي يمكن على ترتيب الجامعة، ودي حاجة طبعا مفيدة لان هو في الاخر البلد مش هنتقدم ولا هنقدر نوصل لنتائج الا عن طريق البحث العلمي. القيصرية بقى يا دكاترة، يعني هل الولادة القيصرية اصبحت موضة؟ الستات كتير بتحب تولد ولادة قيصرية، تقول لك طلق بقى وبهدلة مش عارفة، وفي النهاية ممكن يبقى في تدخل جراحي في جميع الاحوال. في عندنا ترم في الطب عندنا في امراض النساء حاجة اسمها سيزاريان سكشن اون ديماند، يعني قيصرية بالطلب. وهم كان في بحث قريب معمول ان لقوا نسبه القيصريه في البرايفت براكتس في العيادات الخاصه اعلى بكتير، ده بحث منشور عالميا ودوليا في مصر عن مصر، ان القيصريات نسبتها اعلى في البرايفت براكتس في الاماكن الخاصه عن الاماكن الحكوميه. ليه بقى؟ يمكن الناس بتبقى ارد على حركة الحاجة. احنا يمكن محتاجين نشتغل اكتر على التوعيه، لان يمكن دور الطبيب انا بقول ان هو يقعد مع المريضه اكتر، ممكن المريضه
افلام شافتها زمان قد ايه الولاده مؤلمه. هو الفيلم الافلام فيلم الحفيد فيلم هو فيلم الحفيد علينا كلنا دي حقيقه عشان بس نبقى واضحين الصوره دي تفضل موجوده عايزين نولد قيصريه. فيمكن انا بقول دايما الطبيب عليه دور انه يقعد مع المريضه يشرح لها ويفهمها ان ممكن تاخد حاجات تخدير تضيع الالم. ساعات الزوج ممكن يبقى عاوز يستسهل يقول لي يا دكتور طب احنا ليه نقعد كل عدد ساعه دي، فبرضه بقول ان الطبيب عليه دور انه يشرح ايه ميزه الولاده الطبيعيه عن الولاده القيصريه. احنا يمكن حتى احد الحاجات اللي خلتنا نفكر في البحث ده كان الالم اللي بعد الولاده القيصريه. مشكله الستات بعد الولاده القيصريه بتحس بالم فما تبداش ان هي ترضع، فده ادى لي كمان الى انخفاض جدا في نسبه الرضاعه الطبيعيه. ومشكلة انخفاض نسبة الرضاعة الطبيعية الستات هتلجأ ان هي تبدأ تشتري لبن صناعي، بخلاف ان ده مكلف، هو ده بيأثر كمان على تنشئة الطفل بعد كده. فكان يمكن اكتر حاجة شدتنا للبحث ان احنا بنحاول ندور على طريقة للولادة القيصرية تخلي الألم اقل عشان الست تقدر تشجعها من بعد اول ساعتين من الولادة ان هي تبدأ ان هي ترضع عادي. أنا عندي فاصل، لازم نخرج فاصل قصير وبعد الفاصل نواصل موضوع الولادة القيصرية ده، يعني موضوع بيهم كل الستات بصراحة، لانه كلنا حسينا ان الولاده القيصريه اسهل كتير من موضوع الولاده الطبيعيه. فيلم الحفيد ميرفت امين اثرت علينا الحقيقه، ويعني كانت وقتها ايه اعتقد ناهد جبر او ايوه اعتقد انا فاصل ونرجع. القيصرية، طرق جديدة للولادة القيصرية، وبحث مهم لثلاثة من دكاترة القصر العيني، وهنحاول نخلص بسرعة. الدكاترة عندهم ولادات وفي نساء يعني منتظرين. دكتور محمد كان عندك تعليق على فكرة التيم ورك، ان انتوا تشتغلوا كفريق فيها. احنا المشكلة الأساسية عندنا في مصر ان احنا عندنا انديفيديوال ورك كويس جدا وعندنا أفكار كويسة، بس حاجة زي كده محتاجين نشتغل في تيم ورك، عشان احنا اشتغلنا على عدد كبير من الحالات حوالي 1000 حاله. ازاي اشتغلتوا يعني ازاي اشتغلتوا انتوا كثلاثه؟ بقول لك احنا في تيم ليدر اللي هو الدكتور وليد، احنا ساعدناه في اختيار الفكره. دكتور وليد بيحط البلان او الخطه وبيحسب السامبل سايز اللي هو عدد العيانين او العينه اللي هنشتغل عليها، ودي لازم تبقى عينه عشوائيه كلنا بما فيها احنا والناس اللي هيشتغلوا قيصريه، لازم ما يبقوش عارفين ده تبع انه جروب من الاثنين، بيبقى راندوم لوكيشن يعني اختيار عشوائي عشان ما يبقاش فيه ميل لناحيه معينه، انا ميل للطريقه للمجموعه الاولى والدكتور عم يميل للمجموعه الثانيه، فيحاول يثبت ان هو احسن. بيبقى الموضوع توتالي بلايند يعني ما حدش يعرفه، اللي شغال بيختار يتم اختياره عشوائيا ساعة التجربة. بنختار كل واحد الفترة الزمنية اللي هنشتغل فيها، وبنقسم الشغل على عدد من الأشخاص بنفس درجة الكفاءة مع نفس درجة الحاجات المحيطة، ان احنا يبقى عندنا نفس نوع البنج، نفس الكفاءة، ناس بتشتغل بقالها نفس عدد السنين، ضبط العوامل المساعدة عشان نوصل في الآخر لنتائج تقدر يبقى فيها أوجه مقارنة ذات دلالة إحصائية بينها، مع الأهم ان احنا جزء بيتابع أثناء العملية وجزء بيتابع المعلومات اللي بعد العملية. دكتور وليد، هل احنا متقدمين دوليا في قضية الولادة دي؟ يعني الطبيب المصري يعتبر بارع في موضوع انا عارفة الولادة دي ممكن تبقى عملية سهلة، لكن في قضايا التعقيد الكومبليكيشنز والمضاعفات، هل احنا نتيجة تكرار جدا عنده يعني الطبيب المصري عنده خبرة كويسة جدا، لو سافر في اي دوله عربيه بيبقى متميز، لو سافر اوروبا او امريكا طبعا متميز جدا جدا. حضرتك كل زمايلنا اللي بيسافروا ويشتغلوا بره بعد ما بياخدوا التريننج بتاعهم في مصر، لو في القصر يعني كمان خصوصا، يعني بيبقى عندهم الاكسبيرينس والتالنت والهاند سكيلز يعني الشطاره في الجراحيه والمهاره الجراحيه الحرفية. ايوه الحرفيه تمام، بتبقى عاليه جدا جدا. ايفن حتى لو حسبنا شطاره الجراح دي ومهارته بالتايم، يعني بيعمل عمليه في وقت قد ايه، المضاعفه بتبقى قد ايه، الشكل حتى التجميلي للجرح. فالحقيقه طبعا في مصر طبعا السكيلز، ايفن حضرتك حتى الناس الدكاتره اللي خارج الجامعه اللي عندهم برضو سكيلز عاليه، لان حضرتك زي ما قلتي في عدد كبير من المرضى. انا وقت تقريبا بينتهي، بس اسمع كلمات اخيره من دكتور عمرو حسن. يمكن هاكد على نفس المعلومات ان انت الولاده القيصريه هي اكتر عمليه احنا بنعملها كاطباء نساء وتوليد، فيمكن ده اللي مدي خبره كبيره لينا في مجال الولاده. بحب اشكر ان احنا كان مش احنا بس الثلاثه اللي شاركنا في البحث، لا كان ساعدنا اطباء مقيمين ونواب المستشفى جامعه القاهره اللي هو القصر العيني، لان احنا زي ما قلت لحضرتك هم 1000 مريضه، فكان صعب ان احنا نشتغلهم احنا الثلاثه، فكان معانا نواب واطباء مقيمين اشتركوا معانا في عمل البحث المهم. يمكن ما كناش بنبص على بس وقت القيصريه، كنا بنبص على وقت القيصريه، نسبه الالم، حركة الأمعاء رجعت بعد قد إيه، المريضة مدى كان رضاها
وانبسطت او الاحساس بالالم كان في مين اقل اللي هو الخياطه داخل كده كده من خياط الرحم احنا بنفتح الرحم ونطلع الجنين ونطلع المشيمه بس انا بعد كده لما هي اقفل الرحم هل يا ترى اقفله جوه البطن ولا بره البطن فكانت الدراسه توصلت ان انت لما نقفل جوه البطن كل حاجه بتبقى احسن يعني وقت القيصريه بيبقى اسرع بيبقى احساس المريضه بالالم بيبقى اقل ان هي تقدر تقوم وتتحرك وتمشي بيبقى يكون احسن حركه الامعاء بتبقى احسن. دكتور عمرو محمد دكتور محمد يا حضرتك انا كل اللي بطلبه بس ان احنا عندنا عدد كبير من المرضى وعندنا امكانيات كتيره وعندنا داتابيز او قاعده بيانات كبيره جدا يا ريت نحاول نستغلها ونستغل هذا العدد في الوصول لنتائج في حاجات تقدر تفيدنا وتفيد المجتمع بتاعنا في ظل العدد الكبير اللي احنا بنتعامل معاه خصوصا في مستشفى القصر العيني مع العدد الكبير اللي عندنا نقدر نستفاد بالمعلومات دي وعندنا اطباء وكفاءات على اعلى قدر من الكفاءه نقدر نستفاد من خبرتنا في وجود في الوصول لنتائج تضاهي او تتفوق على النتائج العالميه. دكتور وليد يعني احب اقول كلمه اخيره ان الحقيقه البحث ده مش نتيجه مجهودنا احنا بس زي ما دكتور عمرو قال في ناس كتير ساعدتنا حتى بطريقه غير مباشره يعني الاسم في اساتذه كتير ساعدونا بالنصيحه وعملوا لنا دعم كبير جدا وبالاخص رئيس القسم استاذ دكتور احمد ابو النصر بيعمل دعم كبير جدا لكل شباب الاطباء وكل الباحثين في الوحده وكمان حضرتك ان شاء الله ان شاء الله البحث ده مش هو النهايه او الهدف اللي احنا عايزينه احنا ده بدايه يعني الحمد لله احنا دلوقتي القصر العيني وجامعه القاهره في لوحه الشرف في المجله العالميه عندكم بلانز او خطط لابحاث في اخرى في مشاريع وابحاث كتير ومش احنا بس هنشتغل فيها هيبقى في ناس كمان هينضموا لنا وان شاء الله دي نقطه البدايه وفي ناس في الاسم احسن مننا كمان يعني ده هيبقى موتيف ليهم أنا بشكركم شكرا جزيلا دكاترة دكتور وليد الخياط دكتور محمد الشرقاوي دكتور عمرو حسن وبشكركم أعزائي المشاهدين بنحب دايما نلقي الضوء على كفاءات مصرية موجودة بينا يمكن ما بنشوفهاش كتير لكن الحقيقة أن هذه الكفاءات بالذات لما بتحتك دوليا لما بتكتب أبحاث وترسلها لمجلات علمية دولية بتاخد جوائز احنا عندنا يعني مجموعة من أفضل الدكاترة في مصر عندنا مشكلات وكنا مع عميد القصر العيني من يومين وبنتكلم على المشكلات مشكلات التمريض حتى مشكلات الأطباء مشكلات كثيرة جدا ولكن على الجانب الآخر عندنا أيضا كفاءات مهمة جدا والنساء والتوليد أكيد يعني العداد فظيع نترك الدكاترة بقى عشان عندهم عمليات ولادة ونترككم أيضا أعزائي المشاهدين نتقابل بكرة غدا نجمة الجماهير نادية الجندي هي ضيفتنا ونتكلم عن أسرار وعن مشوارها الفني الطويل أشكركم وهذه لميس الحديدي تحييكم تصبحوا على خير